بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد أحباب، مع استراتيجية قطار القراءة السريع، هذه الاستراتيجية تحتاج إلى طالب يكون ممتاز، يستطيع أن يقرأ بدون حركات، يعني يستطيع أن، لأن الكلمة موجودة بدون حركات. من يريد الاستراتيجيات سأرسلها له على هذا الرقم على الواتساب، ولا ينسانا فقط من صالح الدعاء. الآن أنا سأختار صالح. انتظر، يلا محمد اقرأ. راحت منك خلاص. تعال يا راجع، تعال يا راجع، هنبدأ من الأول. تفضل يا راجع. راجع كارتون بخمس درجات. طيب
طيب تعال علشان ما تزعلش حتى نبدأ. إن شاء الله. خلاص ادوا له فرصة. ارجع نرجع. طيب اللي بنادي عليه اللي بيطلع هنا ما بيشال. صالح يا صالح اللي طلع مره ما عاد يطلع تاني بالوان. طيب تعال يا ابي. ابدا يا ابي. استحيت الكارت. تعال يا نور. نعم ابدا يا نور. استنى استعد يا نور. كنا توقفنا بسبب الاذان. نبدا. Come on.
حيو نور تعال يا راي والله ما زعلت هنشوف نبدا يلا يا راي طيب ما كله هيجرب خليك واقفين هنا طيب اوف وراي ثلاثه دول مستعدين ما حد يجي لما اجيب ثلاثه تانيين طيب نبدا براي ابدا يا راي راحت خلاص طيب لا ما في حد يتكلم هنبدا تعالى يا ابدا يا طلال محمد مطيع يحب الجميع مهذب وديع Thank you.
خطأ، هذه هادئ وليست يهدأ. تفضل يا عبد الرحمن. هذه صح؟ استنى هنبدأ بالأول. تفضل يا عبد الرحمن ابدأ. أرمي سبورة. مطيع. لازم ننتبه للحركات والكلمات. الجميع. مهذب. وديع. لقاك بالتحية. كل يراك زي ما انت. بعد في صلاة. هذا النجية دوما. أكيد أي حصة. هلا. قلنا في صلاة. خطأ. ما هي الخل؟ ما هي الخل؟ الخل. طيب الآن نكتفي بهذا القدر بسبب الصلاة. عندنا صلاة الآن.